هذا الجوال لايفوتكم. اول شيء لاحظتوا سوني اريكسون بيرجعكم لورا، اتكلم 22 سنه وبشغله ايضا باذن واحد احد. فلو نشوف العلبه هنلاقي هذا الجهاز المختلف يوم وقته طلع كان شيء ثوري، الحين لما نشوفه ما يعني لنا شيء. وخصائص اللي اذكر لكم اياها، يعني تخيلوا وقتها الجوال ما كان يجي حتى بكاميرا، واتكلم على الجوال يشتغل فقط على شبكه الجي اس ام. هنتكلم 4G او 5G، قبلها 4G، قبلها 3G، قبلها 2G، قبلها شبكه الجي اس ام الاساسيه اللي كانت موجوده عندنا. فبسم الله اتكلم عن الاريكسون T28SC. الجهاز هذا تم اطلاقه عام 1999. الجهاز يوم طلع كان ثوره بحد ذاتها، وكان في خصائص كمان قدمها لاول مره في مجال الجوالات، لان الجوالات من الاحجام الكبيره صغر الى الحجم هذا، شوفوا بحجم الكف، اول جوالات اكبر من اليد كانت. خلينا نشوف بعض الاشياء الاخرى اللي موجوده في هالعلبه. فحنلاحظ انه نعم تم ترهيم زي راس الشحن، هذا من سوني وليس سوني اريكسون، والقطعه هذه اللي حتمكنني من اي منفذ يو اس بي اقدر اشحن الجوال. وايضا يعطيه العافيه اللي شريت منه الجهاز، حط لي قاعده على اساس، حط لي قاعده وحط لي جايد لنفس شرايح، يعني جايد لجوالات سوني حتى وليس الجوالات الاساسيه. فالمهم خليني شوف مع بعض هذا الجوال يشتغل ولا ما يشتغل، شوف الوضع كيف. طبعا هنا نعم البطارية حطيتها ركبتها، المنفذ اللي موجود هنا هذا يقبل انتل خارجي، الانتل الصغير هذا احيانا ما كان جيد للناس، فيقدر يشبكوا زي الكيبل هنا لو تلاحظوا فيه ثريدز داخلية، ثريدز الداخلية زي الخطوط هذه، خلنا احاول اجيبها، ايوه شوفوا، فيمديكم تركبوا زي البلق الصغير، هذا البلق يصير يعطيكم زي الانتل الخارجي يساندكم في الجوال. الاريكسون من الجهة اللي هنا رفع وخفض الصوت بالزر هذا، الجهة اللي هنا عندكم زر واحد ضغطه يفتح الجوال، الشاشة تحتها يس والنو لفتح المكالمة وغلاق المكالمة، وأيضا الاختصار انكم توصلوا المسجات بشكل سريع. وبرضو عندكم لوحة المفاتيح اللي موجودة هنا، اضغط على زر التشغيل ضغطة مطولة، سمعت الصوت اصلا اللي طلع، الطنة اللي طلعت اشتغل ولا لسه؟ اوكي قاعد يشتغل، ايوه بسم الله. هذا هو من الاشياء اللي جابها وما كانت موجوده في الاجهزه اللي قبل، انه الجهاز نفسه كان في امكانيه تخزين 250 رقم جوال. الوضع انك تخزن 250 رقم جوال كان شيء مره ممتاز. طبعا ما في منفذ سماعه، ما في سبيكر، ما في جي بي اس، ما في راديو، ما في واي فاي، ما في بلوتوث، ما في شيء كان موجود على هالجهاز. وبطاريته كانت 500 ملي امبير. وللتوضيح البطاريه شاحنها تقريبا الأسبوع الماضي.